استكمالاً للإجراءات التي تقوم بها قنصلية المملكة العربية السعودية بالجزائر لعصرنة قطاع الحج والعمرة، وبعد بداية العمل بنظام البصمة الإلكترونية، تدخل اليوم التأشيرة الإلكترونية حيز الخدمة التي تستخرج منفصلة على جواز السفر عكس التأشيرة القديمة التي نجدها ملصقة عليه. البارحة كان بداية تأشيرة الإلكترونية التي بشرت بها قنصلية المملكة العربية السعودية، حيث يكون الإجراء نفسه نفس، لا يتغير شيء في إجراءات المعتمر ولا الوكالة. الفرق الوحيد هو ما يكونش لاصق، تطبع في الوكالة. من جهة ثانية تخفف على الوكالة، تخفف يعني الأخطاء الإلصاقات اللي كانت نقع فيها في الماضي. الوكالات السياحية هي الأخرى ثمنت هذه الخطوة لعصرنة القطاع، حيث تجد فيها العديد من التسهيلات في استكمال ما يتطلبه المعتمرين من وثائق للسفر إلى البقاع المقدسة. احنا يساعدنا مبدئيا نقصوا شوية لاباباراس هذيك، وإذا فعلوها 100% كما راهم يقولوا تساعدنا ما شاء الله. احنا في الماضي نطلعوا الجوازات للديوان والملفات للديوان، والديوان ديال القنصل، ويديروا هذيك الفيزا، يلصقوا اللاصقه هذيك. حنا هذيك اللاصقه تولي ماهيش كاينه، بالعكس لازم يكون ينقص في الاسعار، خاطر يقصوا الخدمات، تولي الوكاله تخدم كاع مباشره مع القنصليه. عصرنة قطاع الحج والعمرة من شأنه تسهيل الكثير للوافدين على بيت الله الحرام من الجزائريين والجزائريات، بتفعيل العديد من الإجراءات التعديلية وتمكينهم من السفر في أريحية.